سيداتي يعني سادتي ساداتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخباركم إيه؟ معاكم محمد زازا جبتشن فيش توك، وحلقة جديدة من يوميات سمكاوي الجزء الخامس. وجاتني هدية النهاردة، أنا لسه فتحتش كيس أصلا، إن شاء الله هنفتحه مع بعض ونبص عليها، من صديقي محمد وايلد صاحب صفحة وايلد أكواتيكس، دي موجودة في السويس. الراجل ده بريدر إنجل وعنده حاجات جامدة جدا. بعت لي كيس اسود، انا ما فتحتوش لسه، ما شفتش اي حاجه. هنبص الهديه عباره عن ايه وبعد كده نتكلم عنها. انا هنزل السمك وهنأقلمه سوا وكل حاجه، وبعد كده انا عندي مشوار وهرجع نشوفه يكون استقر ونبص عليه ونتكلم شويه ونطمن بالمره على الانجل البلغاري. يلا بينا. طيب دلوقتي ده الكيس، سمك، هنشوف جاي ايه. طبعا الباكينج بتاع دول اربع سمكات انجل. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ترى تصنيفهم ايه؟ ده اللي هنشوفه سوا لما ننزلهم يستريح، بس شكلهم جميل جدا 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 جدا. يلا بينا. ما شاء الله من رحمهم اربع سمكات انجل، هايفن، فيهم زبرا طبعا، الوانهم لسه ما قفلتش او ما بانتش طبعا، لان اللي هم جايين من مكان بعيد وجايين مسافه كبيره، جايين من السويس. هو جابهم مخصوص قدام لخالد طاهر عشان يصورهم. اللي عرفته ان هي طفرة جديدة هو كان شغال عليها بقاله 3 سنين، فبإذن الله لما يستقروا وينزلوا الحوض ولما ارجع من مشواري هنصورهم ونقعد معاهم شويتين ونأكل الانجل كله بقى مع بعض، يكون استقر شوية ونشوف ايه حكايته. يلا. مبدئيا السمك ده فيه احمر من فوق من زعان، فهو لسه جاي النهاردة. الموبايل او الكالر ده، انا يعني الموبايل مش مبين الالوان خالص، بس الزعنفه اللي فوق دي محمره، اي محمره محمره يعني. هو طبعا الموبايل مش جايبها قوي بس محمر، لسه مش شايف. بيقول ان في شادو ازرق في جسمه لسه ما شفتوش. هم اربع سمكات. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. احنا مش في نفس اليوم، احنا تاني يوم من تصوير الشطات الاولى اللي انتوا شفتوها ومن نزول السمك. فضلت ان انا اصور تاني يوم عشان يكون السمك استريح، خد الالوان بتاعته لحد كبير، كل الدنيا احسن عشان يبقى الحال افضل ونقدر نحكم على الموضوع صح. وكمان حصل مكالمة بيني وبين الراجل محمد ساهر اللي اداني الهدية الجميلة جدا دي، لان هو شغال اوريدي على البلاد لاين ده او البريد بقاله 3 سنين. خليني اشرح لكم نقطة مهمة جدا في الانجل قبل ما اتكلم على الطفرة دي او البلاد لاين ده.
عشان ده هيودينا لحتت كتيرة وهيوسع افاقك شوية لما تيجي تتكلم على الانجل مظبوطة، تبقى فاهم الدنيا ماشية ازاي. زي ما احنا اتفقنا وكنا اتكلمنا في حلقة مخصوص للانجل مرة واثنين وثلاثة، ان الانجل فيش ثلاث فصائل. البيروفيليوم سكيلير دي الفصيلة الرئيسية، ان يعني خرج منها البلو زبرا، خرج منها البولجاريان اللي انتوا شايفينها ده، واللي هي 100% من اسماك اللي بتجيلنا مصر والطفرات اللي عندنا كلها من الجنس بتاع البيروفيليوم ده سكيلر. في جنسين كمان، البيروفيليوم التوم والالتوم انجل، دي سمكة لوحدها، هو جنس من اجناس الانجل فيش، لكن هو يختلف تشريحيا شوية عن الانجل فيش العادية السكلير اللي احنا بنطلع منها فصائل كتيرة جدا. والسكلير اوقات بيطلق عليها التوم لما بتبقى جاية وايلد من بوليفيا من كذا حاجة، يقولك اصل دي الالتوم بتاعت بوليفيا. لا، هي في الحقيقة هي بيروفيليوم سكلير، مش الالتوم انجل الاوريجينال اللي احنا حطينا صورتها دلوقتي، دي الالتوم انجل الاوريجينال. وفي البيروفيليوم ليوبولدي دي سمكة تالتة خالص، مش في الهواية بشكل كبير، هي سمكة انجل فيش صغيرة بس هي شرسة جدا، فما بيفضلش ان الناس بتربيها او مش محببة قوي في الهواية، فمن الاخر كده مش متداولة. فاحنا متفقين دلوقتي على تلات انواع، البيروفيليوم سكيلر ده اللي هو الانجل الحقيقي الموجود عندنا كلنا، إيه اللي بيقعد في المية العادية بتاعتنا، إيه الكلام ده كله، وبعض الأنواع منه بيطلق عليها ألتوم لأن بيبقى في شبه منه، لكن هو طبعا مش ألتوم إنجل خالص. في البيريوفيليوم ألتوم دي المعروفة، ودي في الأغلب كده يعني الست سمكات بألف دولار وحاجات كده، وليها ظروف في المية خاصة جدا جدا جدا، محدش يعني هو في ألمانيا يعني عملوا لها بريد، عملوا فرح يعني. وكمان هي بتكبر قوي، ممكن تبقى يعني حاجة ايه مع مش متذكر ارقام، بس لا بتكبر بتكبر بتكبر، ممكن واحدة تبقى طول الحوضة فعلا يعني في السن بتاع البريد بتاعها. فده جزء. الجزء الاخير اللي بلدي اللي احنا اتفقنا عليها، ودي مستبعدة تماما. طيب انا اتكلمت او قدمت المقدمة دي ليه؟ البريدر محمد ساهر اللي هو صاحب البيج بتاعة وايلد اكواتيكس، عشان كده بنقول عليه محمد وايلد، هو كان هدفه وهو بيبريد البلود لاين ده ان هو يطلع حاجة شبه الالتوم انجل بشكل كبير. طبعا هي مش هي خالص، بكررها تاني عشان بس الناس تبقى فاهمة، هي مش هي خالص، هو عايز يعمل حاجة شكلها حلو فعلا وحاجة شبهها، وفي نفس الوقت فيها شوية كولر لطيفة، وطبعا لا تمت للزبرا العادية بأي صلة يعني، اللي هي الكومون زبرا لا، دي قصة تانية خالص وسمكة تانية خالص. فيعني الكلام بيبقى واضح. فاحنا هنعمل زوم عليها، نتكلم على الطفرة اللي طلعها جديدة اللي لسه ما سمهاش لحد النهاردة. انا من وجهة نظري بمنتهى الانصاف والله العظيم وبصراحة، سمكة حلوة جدا 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 على مستوى الشيب او الجسم، على مستوى الصحة، على مستوى حاجات كتيرة جدا. فتعالوا نخش كلوسلي شوية او زوم بشكل مقرب ان احنا نتفرج على الطفرة دي. وهو كمان قال لي رينج السعر بتاعها، وعموما اي بريدر في مصر حابب يعرض الشغل بتاعه يتفضل شاكرا يتواصل معايا، يبعت لي حاجة من الشغل بتاعه ونبتدي نصورها ونتكلم عنها، بحيث ان هو برضو يقدم المعطيات بتاعته والراجل تعب، زي ما عملنا مثلا مع محمد مسعد في الكريستال، محمد ساهر في الانجل. احنا برضو عايزين نتفرج على الشغل المصري، بحيث ان لا في حاجات حلوة فعلا يعني، لا في حاجات جميلة يعني. فتعالوا نخش زوم كده ونتكلم عن السمكة عن كل لقطات بالكاميرا الماكرو للطفرة اللي احنا بنتكلم عليها النهاردة، اللي الاستاذ محمد ساهر قدر ما شاء الله يعني بعد شغل 3 سنين هو يطلع الجمال اللي انتوا شايفينه ده. اول حاجة نلاحظ ان في لون احمر في الزعنفة اللي فوق، واضح جدا ده كمان كده يعني مش باين قوي، لان انا زودت الحوض بمية عشان تعويض بخر كده خفيف بالخرطوم بتاع الار او، ف يعتبر كمان كده لونها باهت شوية، لكن ما شاء الله زي ما انتم شايفين كمان في شادو ازرق خفيف على الجسم. هي بيميزها حاجتين، الشادو ازرق الخفيف اللي على الجسم، و
اللون الاحمر اللي فوق. يعني احنا بص نبص على اللي جوه دي كده شويه تخرج لنا، او دي هتلاقي ما شاء الله شيب عامل زي الشيب بتاع الالتوم انجل، هو كان هدفه ان هو يطلع الشيب اللي انتوا شايفينه ده بالشكل الجميل ده. يعني مثلا زي اللي انتوا شايفينها دي وهي واقفه ما شاء الله صحتها كويسه جدا، سمكه سنده نفسها، العصب بتاع الفرد الزعانف بتاع الانجليه دي جميل قوي قوي. المميز فيها كمان ان هي ما بتكبرش قوي، يعني الطفره دي ما بتكبرش قوي، ما بتبقاش زي ال الانجل اللي بيبقى ضخم قوي كده، لا الطفره دي ما بتكبرش، او ممكن من نص مره كمان عن كده. هو لسه حتى ما سمهاش حاجه، ف سايبين لكم برضو الاختيار ده، ممكن نسمع شويه اسماء جديده. هو بعت لي اربع سمكات فانا بحاول اصور لكم شكلهم، بس هم سبحان الله يعني ايه قريبين من بعض قوي، الطفره كلهم تقريبا نفس المستوى. يعني حتى هو لما كان بيجيب لي مناقش دي مش فاتحه قوي زي ما انتم شايفين كده، لسه لما تخش جوه مثلا في المايه شويه هتبقى شبه دي كده بالظبط، فيها شبه كبير من الالتوم انجل، الوقفه الشيب بتاع الجسم الكلام ده كله. لكن طبعا هي مش التوم انجل، لكن هو كان هدفه ان هو يطلع حاجه شبهها، واخده على الميه بتاعتنا، شكلها حلو، شكلها محترم. طبعا هي مش زبرا عاديه خالص. اللي عجبني فيها برضو ان الشيب بتاع الجسم حاجه شكلها اوريجينال قوي وايلد، يعني حاجه شكلها سمكه مش ملعوب فيها. دي الحته من زعنفه بتاعتها مقطوعه من تحت عشان طبعا النقل، هما يعني عملوا الواجب مع بعض برضو في الكيس، ف يعني دي طارت بس دي هتطلع تاني. انا سالته على الزعانف البطنيه دي بتطلع تاني ولا لا، قال لي لا، لما تبقى في حاجه مقطوعه كده فيها الزعانف في البطنيه هل هتطلع تاني؟ قال لي لا. هو بريدر كمان انجل من فتره كان فرخ معايا البلو زبرا في نفس التوقيت تقريبا، او يمكن قبليه بشويه انا مش عارف، بس هو يعني كان ساعتها كان طلع عش اوريدي. البولجاريان طبعا ما شاء الله ثابت نفسه وفرد بطريقه احسن كتير، فاحنا هناكل كمان السمك دلوقتي سوا ونطمن عليه مع بعض. طيب ده كده انا حطيت لهم الاكل، طبعا خناقه حلوه، بس يعني في الاغلب يعني اول ما نزل نسميه الايجيبشن التوم ده اللي انتم شايفينه، طبعا مش التوم انجي زي ما اتفقنا، بس يعني ايه مجازا الايجيبشن التوم اللي انتم شايفينه ده اتصاحب قوي على البولجاريان، وهم ما عندهمش مشكله ان هم يقعدوا مع بعض، بس عارف بقى الرخامه بقى ساعه الاكل ايه ما بيعرفوش حد. يعني ميست الانجل ان هو بيعرفك، يعني السمك ده عارفني وبيجي ياكل من ايدي عادي، وبيجي احط له الاكل يجي لي او اقرب من الحوض يبتدي يقرب. بصوا بقى ما شاء الله هتبتدي تشوف الشيب بتاع الجسم فعلا بتاع الطفره دي، واللون بتاع الاحمر اللي واضح فوق، والضي الازرق لسه مش واضح قوي، وده ان شاء الله هنشوفه مع الوقت. اعتقد ان هما كمان لما يقعدوا يتحسنوا اكتر نتفرج عليهم اكتر. الانجل بيحب الجزئيه بتاعت الدارك ووتر او البلاك ووتر قوي، ولايق على الموسم بتاع الاوريجينز هنا عندنا، لان الحوض دارك ووتر وفي ورق لوز كتير، عشان كده اتعمدنا نحط ورق لوز في الحوض ده عشان يبقى بيئه طبيعيه للانجل. الانجل ده سواء الصغير طبعا لسه قدامه وقت، البولجاريان بنتكلم مثلا على الصيف ان شاء الله نبتدي نعمل مع بريد، فالحوض ده مكمل معانا لسه شويه، لان انا في الاغلب كمان بفكر اجيب فيه شويه تترات كده عشان ياخد اللوك بتاع الـ زي ما بيقولوا كده الوايلد، بقى حاجه يعني تبقى اوريجين فعلا
وتبقى لايق على حلقة الامازون ان شاء الله. اللي في الاغلب الحلقة دي هتبقى الحلقة يعني الجاية، ومش عارفين لسه اصلا هتبقى جزء واحد ولا جزئين تبقى للماتيريال. والخبر الحلو كمان ان احنا استأذننا احد المصورين الفرنسيين اللي راحوا نهر الامازون بالفعل وعمل فيديوهات وعنده قناة، ان احنا نستعين بالفيديوهات بتاعته من الوايلد هناك عشان واحنا بنتكلم عن نهر الامازون يبقى الكلام موثق بفيديوهات جميلة وبقى فيه امتاع بصري فعلا، والموضوع تبقى تجربة جامدة جدا. فحلقة الامازون دي بقى من الحلقات الاساسية في الموسم بتاع اوريجينز. الموسم ده باذن الله هتبقى حلقة قوية جدا، استنوها. في الاغلب هتبقى الجاية، فلسه ما عملناش اجتماع عشان المفروض ان هم كلهم هيبقوا موجودين واحنا بنصور. او المسؤول عنها على الاقل يعني في الاغلب هيبقى مينا، ان مينا اللي هيبقى جامع المعلومات دي كلها، فمينا ناجي. فان شاء الله باذن الله تبقى حلقه قويه جدا جدا جدا، وخصوصا هو بيحضر لها بقاله فتره كبيره، فهنقعد نراجع مع بعض السكريبت والماتيريال والكلام ده عشان نبتدي نقدم لكم اللي انتوا المستوى اللي انتوا منتظرينه مننا. طبعا انا لو قعدت اصور فيهم من هنا لبكرة انا مش هزهق اقسم بالله، عاجبني جدا شكلها حلو فعلا، ما عندهاش مشكلة مع المية بتاعتنا، وفي نفس الوقت البولجاريان متأقلم بصورة كبيرة جدا. بس انا ملاحظ حاجة ان هم بينهجوا كتير، فده سر السكرية بتاعت الهواء في الخلفية، ان انا حسيت ان فيه ممكن يكون نقص اكسجين شوية فحطيت السكرية بتاعت الهواء. كانوا بينهجوا دلوقتي لهم شايلين اكل في بقهم، كلوا منه كتير، فعشان كده ساعة الاكل بقليهم بينهجوا شوية، يعني بيقعدوا يزلطوا حرفيا، يعني ما بياكلوش اكل عادي يعني، فهم بيزلطوا الاكل. ف ربنا كريم ان شاء الله ونشوف الحوض. فالتسلسل ان شاء الله تبقى حلقة الامازون، وبعد كده نتكلم عن الحوض بقى الطويل اللي ورايا ده، اللي هو الناس كلها بتسألني يا زهر انت عملته ازاي، يا زهر اللي حصل هو مبدئيا مش انا اللي عامله، صديقي محمد حسن هو اللي عامله، وفي الاغلب ممكن نعمل معاه انترفيو عن القصة دي، عملته ازاي والدنيا مشيت معاك ازاي وايه التولز اللي انت استخدمتها. هيبقى فيه كلام كتير جدا 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 ان شاء الله عليه. عموما شكرا استاذ محمد ساهر صاحب البيج بتاعت وايلد اكواتيكس او محمد وايلد بقى زي ما بيقولوا له، على الهدية الجميلة دي وعلى المجهود اللي انت عملته في البريد ده وشكل السمكة الجميل اللي في الاخر ظهر ده. محمد متارجت برايس كده بيتكلم في 125 جنيه في السمكة. انا من وجهة نظري بعد التعب اللي خده ده في السمكة دي يعني مش يعني ولا حاجة طبعا يعني. فان شاء الله اشوفكم على خير الاسبوع الجاي او الحد الجاي ان شاء الله، ونشوف سوا هنتكلم على ايه. لو انت عجبك المحتوى تقدر تعمل سبسكرايب او اشترك القناة، لو انت عجبك الفيديو تقدر تعمل لايك وتقدر تعمل مشاركة لاصحابك المهتمين بالهواية، وياريت ما تنساش تفعل الجرس. اشوفكم على خير ان شاء الله الحلقة الجاية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.